عليكم. عليكم السلام استاذ احمد، اتفضل. لو سمحتي، انا شاب عندي 21 سنه. تمام، عمركم ان شاء الله. اتفضل. الو، مع حضرتك وسامعينك يا فندم. وحلمت كذا مره ان انا برضع من ثدي امراه. بترضع من ثدي امراه؟ كذا مره الحلم دوت، وعايز اعرف بعد اذنك هل هي امراه بعينها ام انه لا، انا ما شفتش بصراحه، ما شفتش بصراحه. يعني امراه مبهمه. تمام. هل في حاجه تانية، في رؤيه تانية؟ انت متزوج يا احمد؟ بس بقالي كذا مره، بتاع 3 مرات احلم بالحلم ده. احمد. نعم. انت متزوج؟ لا، انا عندي 21 سنه، لسه شاب يعني. ابشر وقول الحمد لله حبيبي. الحمد لله، ان شاء الله ربنا يرزقك الزوجه الصالحه. ايه بقى هذه الامور؟ تبين انه ربنا سيمن عليه بالزواج. مش على هو صغير كده؟ هو سنه 21 مش صغير. هو بالنسبه لهم هو بيقول لك لسه صغير. وممكن رؤيه تتحقق بعد مثلا 5 سنين 6 سنين. ايوه، لكن هي بس اللي هتكون من نصيبه. سيكون بينهم راحه والسعاده والسرور. اللي هتكون من نصيبه هتعيشه وكانه يعيش في الجنه. كانه ابنها. اللي هتكون من نصيبه هيعيشوا هما الاثنين في كما يقال يعني في ثبات ونبات، والله اعلم. الله اعلم. طب دي رؤيه خير ان شاء الله. معانا مين؟ معانا مين دلوقتي؟ معانا اميره. معانا اميره. استاذه اميره، الخط اتقطع؟ مروه الخط اتقطع؟ طيب. خلينا بقى يعني نتكلم بقى، واحنا زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا كنا بنتكلم عن الميه وقلنا الشربات في الحلم.